كان يا ما كان أديم الزمان سالف الأوان لا حتى كان اشتهى لك يا الحكواتي واشتهى للقصص الحلوة واشتهى للقصص الحلوة حدثنا عن زمن الماضي كيف كنا سوا على هالقهوة اشتهنا لك يا الحكواتي واشتهنا للقصص الحلوة حدثنا عن زمن الماضي كيف كنا سوا على هالقهوة على هالقهوة حدثنا عن الشام العتيقة يا الحكواتي وليالي طرب وموسيقى يا الحكواتي اتفق على شغله احكي المقطع وانت تقول يا الحكواتي صوتنا مو كثير مزيان لا صوتكم هو اللي خلي صوتي اياها حدثنا عن الشام العتيقة يا الحكواتي وليالي طرب وموسيقى يا الحكواتي عن طفلي هي ورفيقة عم يلعبوا بأرض ديار الأموي وسوق الحميدية يا الحكواتي القوطن وفرص الحية يا الحكواتي على الأموي وسوق الحميدية قصر العظم والتاكية وما تنسى لبزوري والقلعة بتحكي لك أسرار لو المطال طال وطول رح يتغير رح يتحول لو المطال طال وطول رح يتغير رح يتحول وينك عنا يا الحكواتي لك وين هي الايام الحلوه على زمننا كل شي تغير وان جمعتنا على هالقهوه وينك عنا يا الحكواتي لك وين هي الايام الحلوه على زمننا كل شي تغير وان جمعتنا على هالقهوة وان جمعتنا على هالقهوة باب شرقي وتوماوي الحالي يا الحكواتي الجميل فراديس البريد باب شرقي وتوماوي الحالي يا الحكواتي امصلى الفراديس البريد يا الحكواتي وبيرجع النصر من جديد من باب الفرج والسلام على عين الفيجي وعنده ايه يا الحكواتي روي زمناني وبرودان على عين الفيجي وعنده ايه روي زمناني وبرودان تاريخ معلولة يا انسان تاريخ معلولة يا انسان عم يحكي حكم الايام مشتاق لك يا نور عيوني مشتاق لك يا نور عيوني مشتاق لك يا نور عيوني ده انا عيد الزمن الاول ارض الشام يا نور عيوني ارض الشام يا نور عيوني ارض الشام يا نور عيوني